الكاتب العام لعمالة مقاطعة عين الشق. قلنا سبق لنا أن طلبنا لقاء مع السيد العامل وما استقبلنا السيد العامل، استقبلنا السيد كاتب العام، وفايت لي استقبلنا شي عام ونص وعطانا الشفاوي وما تحلش هادشي. حتى البارح ملي مشينا نستقبلوا السيد العامل لقينا السيد كاتب العام، كنا غنصاحبوا لأن باغي اللقاء ديال السيد العامل، ولكن عبرنا على النضج ديالنا وباش ما يقولوش راه هربوا من الحوار، ريحنا مع السيد كاتب العام، السيد ديال الدياجي، وربما رئيس الملحقه ديال هذه البلاصه اللي تنتواجدوا فيها، وواحد التقني. كانوا جوج ديال الناس ممثلين الباعه المتجولين سوق موح، وجوج ديال الناس ممثلين باعه المتجولين مشيت الفتح. للاسف للاسف لم نتوصل الى اي حل. السيد كاتب العام المحترم عطانا غير لغه الخشب، وقال لك بان هنا الا شتي معايا الاخ طلع شويه الفوق غيتزاد شي طبق الفوق، شي تعاون وطني باغي نعطيهم ترشي حاجه بحال هكا باش يحميو راسهم، قال لك باش ما يتحيدش من هذا المشروع. شي حاجه ما فهمناهاش. حنا تنرفضوا اضافه طبق اخر، لان هنا ما كاينش كتابه سكانيه، الا دار 600 محل غادي يكون الكاسات. قلنا ما كاين باس نمشيو معاه في هذه القضيه، غادي دار شي طيف اخر لهاد الناس ديال الجمعيات ديال الطرز. ولكن قلنا ليه اعطينا وعد كتابي، حنا في دولة المؤسسات وتتعاملوا اداريا ما تتعاملوش شفويا، اعطينا موعد كتابي بانه ورا 6 شهور غيتحل وتدخلوا. للاسف للاسف الشديد تيرفض وانسحبنا من اللقاء كل روح رياضيه، وجينا اليوم تنشكلوا هذا الشكل النضالي، شكل اعتصام اللي غادي يكون فيه 48 او 24 ساعه قابله للتمديد اذا ما كانش الحل. ومن هنا تنقولوا الساكنة عن الشق، وتنقولوا لجميع الناس اللي تيتعاطفوا مع هاد الباعه المتجولين ديال عن الشق بان هاد الناس تحملوا مسؤوليتهم وخلاو سوق موحه، تعتبروا اخلاء سوق موحه مكتسب، ما بغاوش يحتكوا مع المجتمع المدني ومع الساكنه، بغاو النقاء وحايدوا من سوق موح وتيطالبوا بسوق القرب. كذلك الناس ديال مسجد الفتح خلاو المكان ديال شارع بغداد وتيطالبوا افتتاح سوق القرب. يعني الباعه المتجولين ديال عين الشق عبروا على الوعي ديالهم، ودابا الكره في يد المسؤولين في شخص السيد العامل وجميع المسؤولين باش هما يتحملوا مسؤوليتهم ويحلوا هذا السوق. هذا السوق تبنى في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بتعليمات ملكيه. تنعاود نعاود نقول لكم عاوتاني واكررها ثم اعيدها واكررها بانكم اخلفتم الموعد ليس مع الباعه المتجولين، اخلفتم الموعد مع اعلى سلطه لان هي اللي تكلفات بهذا المشروع. اتحمل مسؤوليتك وافتح سوق القرب في اقرب وقت، وتنقول لكم لا لا ثم لا للرجوع الى العشوائيه. ما بغيناش الحلول الترقيعيه وتخلونا نتحاكوا مع الساكنه مع المجتمع المدني، هذا الشيء مرفوض مرفوض. احنا الشارع ماشي من حقنا، وتتقول لنا رجعوا للشارع، ماشي من حقنا الشارع، ماشي من حقنا الفضاءات، ماشي من حقنا الشارع، ها حقنا، فينا هو حقنا، فينا هو حقنا، سالينا، والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو، وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.